بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه لا يمكن ما بعد. اليوم الحلقة السابعة، البيت السابع من شرح غاية المراد. ندين أن إله العرش ليس له شبه وليس له ند ولا مثل. إذا هذا هو التفسير الاعتقادي لجملة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله. التفسير الاعتقادي لهذه الشهادة أن الإنسان المسلم يعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل أن الله عز وجل إله العرش، وهو الله جل جلاله، وعبر بالعرش كناية عن ملكه لهذا الكون وقهره له وتدبيره له، أن إله العرش ليس له. إذن لا ننفي عن الله عز وجل الشبيه، والشبيه هو المشارك في بعض الصفات، ليس له شبيه. نقول مثلا هذا شبه هذا، الله منزه عن يشابه شيء، ليس كمثله شيء، وليس له ند. ند مضاد في الصفات، فإذا قلنا له هذا كبير يضاد الصغير، أبيض يضاد الأسود، طويل يضاد القصير، إلى آخره. فالله منزه عن أن يعرف بضده من الأشياء، تعالى الله عن ذلك. الأشياء تمايز بضدها، نقول هذا الأسود ضده الأبيض، هذا ساخن ضده بارد، تعالى الله عز وجل ليس له شبه ولا ند ولا مثل ولا مماثل، أي كل صفات المخلوق يتصف بها الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا نعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل ليس له شبيه وليس له ند وليس له مماثل، لأن الله ليس كمثله شيء. إذا ليس هناك صفات مشابهة للخالق كصفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك، لأن صفات المخلوق يعتريها النقص ويعتريها الحاجة. فنقول عن الإنسان مثلا كريم، ولكن كرم الإنسان بحاجة إلى مادة يقدرها الله له. نقول إنسان قوي ولكن كان ضعيف، وقوة الإنسان محدودة. نقول إنسان مثلا سميع يسمع بآلة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالوصف المخلوق لأنه سميع، فلان يسمع مدى محدد ووفق، لكن الله منزه عن ذلك تنزيه. والله كل ما في الكون ينكشف له، كل شيء بإرادته، كل ما في الكون بتدبير الله عز وجل، وهكذا. كذلك لا نعتقد تخيل صورة لله عز وجل، ولا نتخيل جسم لله عز وجل. لماذا؟ إن هذا في تشبيه الله عز وجل بخلقه، ولكن نفى الله عن نفسه تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار، لأن اعتقاد إدراك الأبصار للذات الإلهية معنى ذلك تخيل صورة وتشبيهية وأفكار تخيلية لهيئة لله عز وجل. تعالى الله عز وجل تكون له هيئة أو صورة معينة أو لون معين أو ما شابه ذلك من طبيعة المخلوقات الفانية الزائلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى حسن الاعتقاد، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء في حلقة قادمة من وصف الله عز وجل بما يليق وتنزيه عما لا يليق، والحمد لله رب العالمين.